مجموعة قوية، ولكن كما كان الحال المجموعة ما يمكن يتأهلوا فيها كل مجموعة إلى اثنين، فعندنا حظوظنا باش يمكن لنا نتأهلوا. كنتمنى من الله أننا نكونوا في الصف الأول باش يمكن تبقى في الملعب ديال اللي معشوش بعشب طبيعي، لأن كاين ملعب واحد اللي هو اللي في المجموعة ديالنا هو العشب الطبيعي، الملاعب الأخرى كلها ملاعب اصطناعية اللي شيئا ما كنحاول ما أمكن نفيتيوها، لأن إلا كنا في الصف الأول في المجموعة ديالنا غنبقاو في نفس الملعب وفي نفس الأوتيل، دونك ما غادي يكونوش دي ديبلاسمون، هذا كله صالحنا في حالة ما احتلينا الرابطة الأولى، ولكن المقابلة ما غادي يكونوا سهلة، ولكن احنا مستعدين نواجهوا أي خصم. إن المنتخب الكابوني كتاع الكرة الكابونية اللي سي ديفلوبي كونسيديرابلومون، راه شتي النتائج اللي كيديروا الفريق المنتخب الكابوني. وبالنسبة للكوت ديفوار، الكوت ديفوار ماشي ما نقدموش كورتهم، لأن معروفين الكوت ديفوار بقوتهم، وكانوا هما في لا ديغنيغ كان هما لي شامبيون، دونك غادي يكونوا لاعبين اللي شاركوا في لا ديغنيغ كان، حتى حاجة ما تكون سهلة، ولكن الاستعداد ديالنا جانبي العمل باش نكونوا واجدين في هذا التظاهر إن شاء الله. كاين تربوصات كاينين ثلاثة، الأول هو حنا فيه في مدينة مراكش، والتربوصات كلهم غادي يكونوا في مدينة مراكش، ومن 30 تل جوج شهر من 30 تل لو دو ديسمبر، وعندنا تربوص آخر ثاني هو اللي غادي يكون من 21 تل 23 ديسمبر، ومن ثم كاين تربوس ثالث اللي غادي يكون في 8 جانفي اللي غادي يكون اخر تربوس، لان اللائحه النهائيه غتكون دارت باش نرحلوا نهار 13 ان شاء الله من مدينه مراكش لرواندا. المجموع الاول ولا الثاني تهيئ الفريق الاقصائيات اللي غتكون قويه في رواندا، ومدى جاهزيه كل لاعب لهذه التظاهره، ولا سيما ان ما عندناش تربوصات كثيره، فعندنا كونتاكت مع اللعابه ديريكتومون، لان ولا ستاف ولا ستاف ميديكال ستاف تكنيكي ستاف ميديكال، مي اللاعبين ما عندهمش كونتاكت بعضياتهم، دونك هذه فرصه باش كيتلاقوا بعضياتهم. هذا اول تربوص من بعد ما جرينا المقابله الاخرى رسميه مع تونس، فتخلي ان اللاعبين يجمعوا بعضياتهم، تعاود دوز بعض لي ميساج للاعبين، تشوف الجاهزيه ديال كل واحد، بي تفسر لهم الهدف ديال كل تربوس، والهدف الاكبر هو تشريف كره القدم المغربيه في رواندا ان شاء الله. غدار قبل من دوره 15، تخوف من اش غتعطيك دوره 15 من بليسيور، لي بليسيور اللي يمكن يتعذر على لاعب ولا جوج ولا اكثر كاع باش يكونوا معنا. ف الى هذا لو ريسك كاين ديال لي بليسيور ديال 15 جورني، ونزيدوا مقابله نهار 10 ولا 11 مع فريق ما، ويكون عندنا دوطخ بليسيور، غنوليو غنمشيو لرواندا منقوصين من لاعبين، يمكن لاعبين اساسيين ولا لاعبين عندهم قوتهم وعندهم مكانه كبيره في مع المنتخب. فحاولنا ما امكن نجتنبوا هذا المقابله الوديه، ونخليوا لاعبين كيدربوا عاديا تنمشيو ان شاء الله لرواندا، بحال اللي درنا قبل ما نمشيو لتونس، ما لعبناش مقابله وديه ولكن اللاعبين كانوا جاهزين. ما تفوتنيش فرصة باش نشكر رئيس الجامعة السي القجاع اللي ولا السي بوشحاتي اللي ساعدونا باش تكون عندنا فرصة باش نمشيو في طيارة خاصة، واللي خلات أننا غنتهيئوا بشكل كبير في المغرب، ولا سيما في ملاعب ممتازة اللي غنتهيئوا فيهم في أحسن الظروف، لأن الملاعب في رواندا على حساب الرابور اللي دار عبد الحفيظ، ان اللاعب الملاعب ديال
ديال لي زونترينمون ماشي في جوده كبيره. دونك هذه الرحله الخاصه اللي دارت خلات اننا غنديروا تدريب هنا في ملاعب جميله وممتازه في مراكش. الجمهور المغربي وراه هذا الفريق وغادي يدعم هذه اللعبه باش يمكن لهم يعطيو احسن الكره المغربيه في رواندا ان شاء الله.